استلام الصنعة دي تالت مجموعة وأهم مجموعة في الاستلامات، إن أنا لازم أستلم الصنعة من الصنايعي. قبل التركيب طبعا بعمل الحاجات القدامية، بتأكد إن الصنايعي عمل الحاجات دي، فرز البلاط يعني فتح الكراتين وشاف البلاط السليم ركنه على جنب، والبلاط اللي مكسور منه جزء أو المطقوش منه حاجة أو اللي فيه شرخ أو اللي فيه مشكلة ركنه على جنب. البلاط السليم هيشتغل بيه في الحتة الظهر، البلاط اللي فيه مشكلة هيشتغل بيه في حتة متدارية ويقص العيب بتاعه، يعني يستخدمه كغلاية. تمام، دي العملية دي اسمها عملية فرز البلاط. عمل شرب كامل الشقة، لازم أتأكد إن هو شرب الشقة كلها عشان يبقى شغال على منسوب واحد، مش هياخد شرب ويمشي عليه عند الباب وبعدين على بال ما يوصل عند عند مثلا آخر الأوضة في الشقة ألاقيه نزل مثلا 2-3 سنتي. لا طبعا كده يبقى في مشكله عندي، كده لو جت شويه ميه مثلا نفرض حصلت اي مشكله، الميه دي هتروح على المكان القليل. مثلا ممكن تلاقي واحد عامل حمام اعلى اصلا من اوضه النوم، فالميه بدل ما هتدخل على البيبه لا ده هتطلع بره الحمام اصلا، ممكن تخش على ايه؟ على اوضه النوم او اي غرفه في الشقه. تمام، فلازم انا اعمل شرب واشيك بيه كل شويه. اماكن الغلاء لازم اتفق مع الصنايعي هيحط الغلاء فين، يعني لازم كل ما يجي يشتغل في اوضه او هو بيعمل الوتر اقول له الغلاء هتبقى الناحيه الفلانيه، لان انا هفرش هحط هنا كذا واحط هنا كذا وكده. تمام، تالت حاجه تخدي اللحامات. عايز تخدي اللحامات اللي هي العراميس، المسافات بين السيراميك وبعضه قد ايه؟ ملي 2 ملي 3 ملي. تمام، يفضل انك تستخدم طبعا صلايب عشان تضمن الرقم اللي انت عايزه ده بالظبط. تمام، يفضل برضو انك ما تلجاش لقصه الزيرو جوينت اللي هي ما فيش مسافات بين بلاطات مثلا البورسلين اللي مقطوع قطع ليزر ده، زي ما الناس بتحب ما يبقاش فيها مسافات خالص، الا اذا نوع البورسلين ده الشركه نفسها كاتبه لك عليه ان هو ينفع زيرو جوينت، يعني الكرتونه مكتوب عليها ان هو ينفع زيرو جوينت او انت متاكد من موقع الشركه ان هو ينفع زيرو جوينت. ما ينفعش تجيب بورسلين او سيراميك عادي وتلزقه زيرو جوينت، لان بعد كده ايه؟ هيفك وهيعمل لك مشاكل. الاستلام الاساسي هيكون بالقده ونظام الميه، هتحط القرد على الارضيه تتاكد ان هي مطبقه على كل البلاطات، وليكن مثلا انت عندك البلاطه نص متر والقده بتاعتك 2 متر، يبقى القده ديت هتغطي كام؟ 4 بلاطات. القده مغطيه الاربع بلاطات ومطبقه عليهم تماما، مفيش ما بينها وما بين اي بلاطه مسافه. لو في بينها وبين اي بلاطه مسافه يبقى ايه؟ يبقى كده البلاطه ديت اقل من منسوب البلاطات التانيه، يبقى هنا كده في مشكله، يبقى البلاطه دي لازم تتفك وتتركب تاني. بستلم القده وبستلم كمان فوق القده بميزان الميه عشان اتاكد من استواء السطح، لازم اتاكد ان السطح مستوي وافقي تمام. في الحمامات لما احط ميزان الميه اراعي بقى ان انا اشوف ايه الفقاعه بتاعت ميزان الميه فيها ايه؟ فيها ميول، يبقى ده قصه تانيه، يبقى في الحمامات هي اللي انا بسمح بوجود ميول. طبعا برضه من الحاجات اللي انا لازم الاحظها طريقه شغل الصنايعي، ازاي اعرف ان الصنايعي ده كويس؟ احنا قلنا انك هتجيب صنايعي عنده سمعه كويسه، بس لازما وانت بتروح تشوفه شغال تتفرج عليه وتشوف هو شغال كويس ولا لا. بمعنى الصنايعي كويس هتلاقي له علامات انت هتعرفها لوحدك، يعني زي اي حد متقن لعمله هتلاقيه اولا شغال بطريقه ثابته نظيف في شغله، ما بيسببش بهدله وحواليه وكده، يعني منظم ومرتب مش عشوائي وعادي يخبط اي تخبيط كده. هتلاقي مثلا لما بيجي يلزق البلاطه بيحط كميه اسمنت معينه ويقوم حاطط البلاطه كابسها تلزق خلاص كده شكرا. الصنايعي التعبان هتلاقيه بقى قاعد يزود في المونه شويه وينقص في المونه شويه ويلزق البلاطه حبه ويرجع يفكها تاني، لانه مش عندوش ايه؟ ما عندوش سنس، ما عندوش احساس بالشغلانه. انما التاني ده لزق 20 30 40 الف بلاطه فخلاص اتبرمج لوحده بقى متبرمج. تمام؟ طبعا الصنايعي كويس برضه هيبان في لزق البلاط الكبير، البلاط اللي مقاساته صغيره بيبقى سهل في اللزق طبعا، لان سهل التحكم في البلاط، انما كل ما البلاطه كبرت مثلا بلاطه 60 في 60، بلاطه 70 في 70، بلاطه متر في متر، كل ما البلاطه كبرت كل ما احتاجت صنايعي اشطر. وطبعا كل ما مشاكلها زادت وبقت معرضه للكسر اكتر وبقت معرضه للهوالك اكتر. مونت اللزق بتكون من 2 ل 3 سم، يفضل طبعا 3. تمام، وبتغطي 100% من البلاطه، لازم أن تكون البلاطه كلها مغطيه، لو مش مغطيه 100% دي بنسميها غطا مطبله، اللي هي في جزء منها مش موجود له مونة. تمام، وبيها نسبه الاسمنت المطلوبه، يعني لازم أن تكون المونه
بتاعت اللي بتلزق بقى البط يكون منها غامقه باين فيها ان فيها اسمنت، والاسمنت ده تقيل مش اسمنت خفيف مش فاتح. عدم استخدام المونه بعد 45 دقيقه من تخميره. الاسمنت بيشك بعد 45 دقيقه، فلو انا اشتغلت بالمونه دي بيبقى اسمها مونه مقتوله، فهتبقى في مشكله في الشغل فيها. طبعا الصنايع ممكن يزود لها ميه ويقلب القليل في الجديد ويمشي حاله، بس انت طبعا المفروض ان انت بتشرف على الشغل او بتبص على الشغل، سواء انت مهندس مشرف على الشغل ده او سواء انت صاحب الشغل، فانت في الحالتين لازم تقول له ايه، ما تخمرش كميات كبيره، لا خمر على قد اللي انت هتشتغل بيه. سيئه البلاط، السيئه دي بتكون بحاجتين، لا اما لباني اسمنت، غالبا لباني اسمنت ابيض، وممكن احط عليه اكسيد اللون اللي هو لون البلاط، مثلا لو البلاط عندي لون معين وليكن بني مثلا، احط عليه لون بني، بحيث ان العرقميص لما املاها بالسقيه يكون لونها قريب من لون البلاط، او اجيب مواد سقيه جاهزه باللون اللي انا عاوزه، يعني مواد سقيه جاهزه بلونها بكل حاجه، خلطها في ميه واسقي بيها بس. طبعا ممنوع السقي بالاسمنت الجاف خالص، لان دي طريقه غلط في السقي. لازم السقي تكون بعد 24 ساعه، ما ينفعش اسقي في نفس اليوم. استخدام صلايب لضبط اللحامات اللي هي العراميس على ان تكون مستقيمه. لازم الصلايب تخلي اللحامات يكون فيها حاجتين، تكون قد بعض وتكون مستقيمه، خط مستقيم، المعها بعيد. في المسطحات الكبيرة بعمل حاجة اسمها فواصل تمدد وحركة، الفصل ممكن يوصل لخمسة مللي، بملاه بمواد مناسبة اللي هي بتبقى مواد ايه؟ سيليكونية قبل التمدد للانكماش، يعني مثلا لو انا هعمل ريسبشن 15 في 15 ولنفرض مثلا في الحالة دي مش هينفع الزق المسافة دي كلها وما اسيبش مسافات كفاية للتمدد بين البلاط، لأن طبعا في الشتاء وفي الصيف بيحصل تمدد وانكماش ولو بنسبة بسيطة، فلازم اعمل فواصل تمدد وحركة بين كل مثلا مسافه. مثلا في الاكواد بتبقى مكتوبه المسافه دي، ممكن كل 8 متر كل 10 متر، يقول لك هتسيب نص سنتي او سنتي وتملاه مونه. بنلاحظ الموضوع ده المساجد الكبيره، الحرم، المسجد النبوي، بنلاحظ فيهم الموضوع ده، هتلاقي موجود في فواصل التمدد والحركه دي في الارضيه. هنا طبعا دي الاده اللي هو هنا بيفرش بيها المونه، هي دي نفس الاده اللي احنا بنستخدمها عشان نستلم بيها البلاط، بنفرشها برضو كده ونتاكد ان هي كل البلاط لازق فيها من تحت، تمام؟ بس بنستخدم معاها ايه؟ ميزان الميه، ادي ميزان الميه بنحطه عليها، الميزان ده بيديني درجه الافقيه بدرجه 100%، لازم لو الفقاعه بتاعته كده جايه في النص زي الصوره هنا، تمام؟ يبقى السطح ده افقي 100%، وده هو المطلوب بالنسبه لي، فيما عدا الحمام، فيما عدا الحمام، بلاقي الفقاعة دي بقى مش في النص، لا مترحلة يمين أو مترحلة شمال، معنى كده إن إيه؟ إن الحمام مايل. دي طبعًا زي ما قلنا البلاطات، هنا ممكن لزق زي ما قلنا، وقلنا السمك بتاعها بتبقى إيه؟ 2-3 سنتي، هنا البلاطة دي السقية هنا في العراميس، المسافة بين البلاط وبعضه، وقلنا طبعًا السقية لازم من بعد 24 ساعة، ومواد السقية إما مواد جاهزة أو مواد أسمنت أبيض. هنا طبعا واضح حدة مشاكل، ان مثلا هتلاقي ان تخنت البتاع مش معديه 2 سنتي، تخنت المونت اللزق، او يعني في بلاطات في بلاطات مش كلها واحده، المونه نفسها مونه فاتحه، تمام؟ كان في مشاكل في البلاط ده فاتفك يعني عشان نعالج المشاكل اللي فيه. طيب زي ما انت شايف عشان اظبط انا بقى واعالج دلوقتي وجع دماغ، انما لو كانت من الاول اتعمل صح كان هيريحنا كلنا، تمام؟ فده كل العيوب اللي احنا بننبه ليها موجوده اهي هنا في الشغل ده. دي الصلايب اللي احنا بنتكلم فيها اللي بتثبت المسافات ما بين البلاطات وبعضها، فبتديني عراميس او لحامات ثابته وشكلها كويس. دي يعني اشكال الصلايب ومقاساتها في ملي، ملي ونص، 2 ملي، 2 ملي ونص، 3، 4، 5 لحد 10 ملي. 10 ملي ده اللي هو 1 سنتي، لو انا عايز اسيب بين البلاطه والبلاطه 1 سنتي موجود، وبتبقى مضمونه عن طريق الصلايب. هنا السقيه ده بعد ما سقينا اهو، ومسقيه بايه؟ بالاسمنت الابيض. طبعا هنا عيب من العيوب ان ايه؟ اللحامات مش ماشيه في خط مستقيم، فدي مشكله من مشاكل السيراميك، مشكله من مشاكل الصنعه. هنا برضو بنلاحظ دايما التقاء اربع بلاطات مع بعض، ابص عليهم الاقي اشوف هنا دي رفيعه، دي ادخل سنه، دي ادخل سنه، دي ادخل خالص، تمام؟ يعني ايه؟ هو ماشي بالبركه هنا، مش
بيعملها بالظبط يعني او بدقه. هنا دي ده في الحوائط، احنا مش موضوعنا الحوائط بس ده مثال على عدم الملي، يعني على ان الباطه تبقى مطبله. شوف الباطه مطبله ازاي، شوف هنا حاطط كده وهلزق الباطه في الحته دي كلها وفي نص المسافه فاضيه اصلا، وهنا ربع البلاطه تحتيه فاضي، هنا يعني برضو تقريبا ربع البلاطه تحتيه فاضي. كل دي مشاكل، تمام، ومشاكل في الحوائط ومشاكل في الارضيات. طبعا هي الصوره من الحوائط بس احنا كلامنا على الارضيات، بيحصل نفس القصه في الارضيات، فلازم نتاكد ان البلاطه تحتيها 100% مليانه. استلام الصنعة برضه لازم نتأكد إن الحماد الأرضيات والحوائط بتسلم بعضها، يعني اللحام ماشي مع اللحام في الأرضية والحيطة أو في الأرضية والوزرة. عدم وجود تسنين، عدم وجود تسنين يعني إيه؟ يعني لو مشينا على البلاطة حافي، تمام، سن البلاطة ما يقابلنيش اللي هو الزاوية 90 دي، ما يتقابلنيش وأنا ماشي في إيه؟ فيخبط في رجلي، أحس بيه إن هو سن كده حاد زي الدبوس أو الإبرة. ونظام اللحامات زي ما قلنا كل اربع في التقاء اربع بلاطات ابص على اللحامات منتظم ولا لا، وبرده التقاء اربع بلاطات هو اللي بيبقى فيه موضوع التسنين ده زي ما نشوف في الصوره. عدم وجود تطبيل بالنقل على البلاط، اجي اقعد بقى اخبط على البلاط سواء في الارضيه او في الحوائط، ويفضل ان انا اخبط بحاجه بتعمل صوت رن مثلا مفتاح او حاجه زي كده، اتاكد بقى ان البلاطه ما بتعملش صوت عالي، يبقى في الحاله دي ايه؟ ما فيش تطبيل. لو يعني الصوت بتاعها صوت مكتوم، لو لاحظت بقى في فرق في الصوت، في ناحيه فيها صوت مكتوم وناحيه فيها صوت بيرن عالي قوي، يبقى الناحيه اللي فيها صوت بيرن ديت مطبله. مراجعه اماكن الفتحات والبيبات وقاعده الحمام البادي والزاويه الاركان، الاماكن دي اماكن تقفيل، فلازم الصنايعي يكون قاصص البلاطه مظبوط بالملي، ويكون عامل عراميس مظبوطه، ويكون ساقيها كويس، ويكون مظبطها تمام. بيبان بقى شغل الصناعي كويس من شغل الصناعي تعبان في الحاجات دي. في حالة وجود فرق بين البيبه والسيراميك ممنوع ملء بالمولي. ممكن اعمل بيبه فبعد ما وصلت لمنسوب معين وانا باسس للصرف، اجي اعمل السيراميك الاقي في فرق بين المنسوب بينه، الصناعي يقول لك هنملاها مونه وهنظبطها وهتبقى زي الفل. طبعا ده غلط. انت بتعمل حاجه اسمها ايه؟ زور ماسوره، يعني تجيب حته من ماسوره بحيث ان توصل سطح البلاعه او البيبه لانه يمشي مع سطح السيراميك، تمام، عشان الميه ما تهربش تروح على البيبه على طول، ما تروحش حواليها فيحصل تصريب للميه. لازم اتاكد من تخديم البلاط مع بعض عند الانتقال من غرفه لاخرى، او التقاء البلاط مع بورسلين او رخام او ارضيات خشب. لازم البلاط يبقى ماشي مع بعضه ميه واحده، مش شويه عاليين وشويه واطيين. ده التسنين اللي انا بقول عليه، لو بصيت كده ودققت هتحس ان البلاطه ديت مسننه، يعني ايه؟ اعلى في المنسوب شويه، لدرجه ان هو حاول يداريها عن طريق ان هو وهو بيملى بيسقي يعمل ايه؟ يعمل حاجه كده، يعني يعمل سقيه مايله شويه كده او حاجه زي كده يعمل. المهم يعني هتلاقي ده منخفض، ده منخفض، ده مرتفع، يبقى ده ايه؟ اسمه تسنين، وده طبعا مرفوض. انا لازم لما ابص على المكان ده الاقيه مستوي 100% كاني واقف على البلاطه نفسها. هنا ده اللي بنتكلم عليه، ده عنده هنا اللحام وده لحام، اللي هنا الوزره من نفس نوع البلاط، تمام، فلازم اللحام يمشي مع اللحام، ليه ما اخليش اللحام ما يمشيش مع بعضه؟ ده استسهال بقى، اللي هو بدل ما يظبط اللحامات تمشي مع بعضها يقول لك ايه، لا خليها تمشي كده بالبركه، تمام. طبعا ده غلط، شكلها كده مستفز، تلاقيها قريبه شويه بعيده شويه، ملفت للنظر، انما لما تمشي كلها مع بعضها خلاص. الا اذا كانت الوزره من نوع بلاط تاني، زي ما في ناس بتحب تجيب وزره جاهزه او نوع بلاط مخصوص تقطعه وتعمله وزر، في الحاله دي مفيش مشكله بقى، خلاص البلاط مش نفس المقاس فاحنا مضطرين للموضوع. نيجي بعد كده بقى لعدم وجود اي بلاط فيه خدوش او شروخ او تشوهات، دي هنا تظهر اهميه عمليه الفرس، ان البلاط المشوه او اللي فيه مشكله مركون على جنب، تمام، مش بعد ما تزق اقول لا ده هنا بلاطه مخدوشه وهنا بلاطه منقوره وهنا بلاطه فيها مشكله. استلام تعمد الزوايا والاركان للوزارات، بستلم بحاجه اسمها ميزان، بستلم بحاجه اسمها زاويه حديد كده، اقوم حاططها او اجيب ربع بلاطه اقوم حاططها في الزوايا واتاكد ان الزوايا كلها متعامده، تمام، واتاكد ان الوزره متعامده على البلاطه الارضيه عن طريق القصه دي برضه. بشد اقتناع على الوزارات والمحها من الجوانب واشوف في فرق ولا مفيش، عشان الوزارات كلها لازم تبقى ماشيه ميه واحده. معابر الابواب واشكالها،
اتفق مع الصنايعي ان الحته اللي تحت الباب مباشره بيسموها معبره الباب، الحته دي هيعملها ازاي؟ ممكن اشتري لها سيراميك مخصوص، ماشي، وليكن في ناس بتحب تشتري سيراميك بلون مختلف وتقوم لازقه، ممكن هو يقطع لي السيراميك ويرسم لي رسمه معينه عليه، ممكن يقول لي لا انا امشي عليها كأن الباب مش موجود، يعني انا اخلي البلاط يسلم بعضه عادي. اوكي، هتفق معاه على الطريقه اللي تناسبه. اوكي، في ناس بتجيب لها رخامه، رخامه بالطول ده تقوم عاملاها مثلا وليكن رخامه او حته جرانيت شكلها فخم كده وبتاع، فيقوم ايه لازقه الحته دي، بحيث ان طبعا ايه غالبا بيبقى لون مثلا السيراميك اللي في الصاله والطرقه مختلف عن السيراميك اللي في الغرف، فدي بقى بتدي فاصل ما بينهم وبتدي شكل حلو في نفس الوقت. الاحزمه والكنارات والرسومات التي يقوم الصنايعي بقطعها دي انا لازم استلمها، لازم اشوف هو عمل حزام او كنار. الكنار او الحزام هي الحاجه اللي ايه اللي بتبقى بتاخد دايره الاوضه، محيط الاوضه كده، تمام. والرسمه اللي هو مقطعها مقطعها مظبوط، عامل دواير، عامل اشكال معينه، مسلمه بعض مظبوط، ولا هو اصلا المفروض يعمل الحاجه دي تدي شكل جمالي اعلى، فهو لو قطعها غلط هيدي شكل سيء جدا. طبعا هنا اللي كنا بنتكلم فيه دي ايه، دي البتاع داخله لجوه خالص اهي، الوزره شايفين داخله لجوه خالص اهي، باينه خالص. طبعا الصوره بتقلل الواقع يعني ما بتظهرش العيب قوي، تمام. وبرده هنا اللحام مش مسلم بعضه، يعني اللحام مش مسلم بعضه في نفس الوقت الايه الوزره مش متركبه مظبوط. هيتحجج هو بان البياض وحش، يا عم مالكش دعوه بالبياض، امشي مظبوط تمام، وما تربيش منى كتير وامشي مظبوط وخلاص، وانا هبقى اظبط انا في الدهانات، تمام. طبعا كل صنايعي بيتحجج بالصنايعي اللي كان قبل، تمام. لا انا لازم اتاكد ان الشكل العام يكون ايه شكل كويس. هنا طبعا معابر الابواب هنا ايه من نفس نوع السيراميك، بس قطع لها جزء مخصوص، ممكن الجزء ده يدي اشكال معينه، حتت مثلا على المايل او مثلثات او مربعات وهكذا. ممكن اجيبها كلها ايه على الحته اللي عند الباب على ايه حته جرانيت او حته رخام واحده. هنا طبعا دي اللي احنا بنتكلم عليها، رسمه في الايه في قلب الغرفه، تمام. الرسمه دي هو مقطعها، لازم اتاكد بقى ان التقطيع بتاعه سليم، ماشي كويس، الشكل متناسق، اللحامات ماشيه مع بعضها، ماشي، ما يبقاش حاجه مستفزه، لان دي حاجه هتدي شكل اضافي. عندنا هنا البلاط اللي متركب ده بلاط غلط ان هو يركب، ليه؟ مطقوش من الجنب اهو ومتقشر هنا، فما ينفعش ان هو يركب، كان لازم يتفرز ويتركن على جنب. هنا برضو بلاط منقر. لو بصينا هنا شوف هنا معبره الباب او الجزء اللي تحت الباب من تحت مرسوم رسمه ثانيه غير اللي احنا شفناها، يعني حاله من ضمن الحالات. هو في طبعا اربع خمس حالات اللي احنا قلناهم ممكن تختار منهم اللي يناسبك. برضه هنا نفس القصة، بلاط مش منقر ومش مظبوط.